في نداء صريح للإنسانية، نظم أعضاء جمعية أمل حملة للتبرع بالدم بالمركز الجهوي لتحقن الدم بمراكش، في احترام كامل للتدابير الوقائية، آملين في إقبال كثيف للمتبرعين تحت شعار نقطة دم تساوي الحياة. محيط الروادحة، عضو في نادي بسمة أمل ديال المعهد العالي الدولي للسياحة في طنجة. اليوم كنضموا بشراكة مع نادي روتاراكت كازا كاليفورني بالإضافة للمركز الجهوي لتحقن الدم في مراكش. يوم ديال التبرع بالدم. الهدف من التنظيم ديال هذا اليوم هذا وهو أنه المخزون ديال الدم في جهة مراكش أسفي تعرف واحد الخصاص، وسيرتو الناس كي محتاجين الدم وما لاقينوش، وهذه فرصه نقدر نوجهها للناس باش يمشيو يتبرعوا بالدم. راه كاينين ناس اخرين محتاجين الدم، ولا درتي الخير اليوم راه تقدر تلقاه غدا ان شاء الله. رويس سميرة، رئيسة نادي بسمة أمل من المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة. واليوم كنديروا النسخة الثانية من اليوم ديال التبرع بالدم بشراكة مع نادي روتاراكت كازابلانكا كاليفورني. اليوم فهاد النسخة الثانية ديال التبرع بالدم درنا هاد اليوم حيت بعد لابونديمي ديال كوفيد المغرب علن واحد الخصاص كبير في أكياس الدم، ودرنا هاد النهار باش ندعيو الناس بزاف يتبرعوا ونقصوا واحد شوية من هاد الخصاص. وهذا الشيء في جوج المدن، في مدينة مراكش وفي مدينة الدار البيضاء. ان شاء الله غادي نكملوا في النسخ الاخرين ديال هاد الحملة. هذه النسخة الثانية، والعام الجاي ان شاء الله غادي تكون النسخة الثالثة ورابعة، وان شاء الله ما غاديش نسقاو، غادي نبقاو كل عام غادي نكملوا في النسخ ديال هاد التبرع. حد الساعة جاو 40 واحد، ولكن هاد العدد ما كافيش باش نعمروا هاد الخصص اللي كاين، حيت كيس واحد ديال الدم ما غاديش يكفي كاع الحالات المستعجلة اللي كيجيو سواء في السبيطارات سواء في لي كلينيك، في كاع لي سيتوياسيون دورجونس ما كيكفيهمش هاد الدم اللي كاين. ويبقى ما يميز هذه الحملة تواجد الشباب بكثافة كمنظمين ومتبرعين، وهو ما يبين وعي ومسؤولية هذا الجيل تجاه الوطن والإنسانية. السلام، معكم حبيبتي ويسار. المهم اليوم جيت نتبرع بالدم، داير جيت مع مدرستي اللي زيت، هما اللي داروا لنا زعما هاد لا جورني بحال هكا باش نتبرعوا بالدم. ديما كنقول خصني نتبرع بالدم، و سي تي اون كوانسيدونس مزيان باش نجي، خصوصا مع هاد لا كريز ديال كورونا. كاينين بزاف ديال الناس كيحتاجوا الدم ما كيلقاوش، زعما مزيان. انا فرحانه اليوم حيت جيت نتبرع بالدم. خاص الناس يديروا في راسهم بلي خصهم يتبرعوا بالدم، ماشي زعما واحد عايش مزيان واحد راه مسكين تيموت خاصه قطره ديال الدم خاصه وصافي. المهم كيموت بديك القطره اللي خاصه. مزيان زعما الناس يجيو يتبرعوا، منها كينقذوا حياه الناس الاخرين. صراحه هذا واجب، زعما واجب كحنا اخوه، هذا واجب باش الناس يتبرعوا بالدم. ومهم مزيان زعما كنطلب الناس يجيو يتبرعوا بالدم مره مزيان. ويبقى الأمل الوحيد لتوفير حاجيات بنوك الدم هو تبرع المواطنين، فكل قطرة دم هي أمل لمريض آخر. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.